أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. محمد نيسور جدال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة. الفيديو اللي تداول على نطاق واسع واللي كيتعلق بالظروف ديال الذبح ديال الدواجن، وماشي غير ديال الدواجن فقط، بل حتى هو مذبح ومسلخ خاص باللحوم الموجهه للاستهلاك. هذه فضيحه كيف ما شاهدتها، هي فضيحه بكافه المقاييس. كاين هناك تواطؤات كثيره اللي تسجلات على مستوى ديال جماعه سبت سيس. المتواطئ فيها بشكل كبير هي الجماعه، والمتواطئ فيها هي السلطه المحليه اللي كانت كتشاهد بام عينها كيف كانت ان الذبيحه السريه كتسرب بدون ما ياشر عليها الطبيب الشرعي، كيف كانت أن ايضا بوجود يعني السلطه المحليه اللي كانت بعين المكان اثناء اقفالنا واقدامنا على اقفال المسلخ الى حين حضور الطبيب الشرعي لكي يتم التاشير على اللحم، وكان يتم تسريب ذاك الدجاج الرومي، وكان كيتم تسريب حتى الذبيحه في يعني في مشاهده عينيه ديال قائد المنطقة. أيضا بعد ما تم الاحتجاج على الظروف المزرية اللي كتعيشها هذه المسالخ والمتمثلة أساسا في بقايا ديال النفايات اللي كتبقى تما كنمكدسة لسنوات، كنقول ماشي لشهور، مع يعني الظروف اللي يعني المحيطة بها من بقاء الريش ومن هذاك الديدان اللي كتبقى تنتعش على هذيك الفضلات، أيضا غياب باب اللي يحمي هذاك المسلخ من تواجد واحد العدد كبير ديال الكلاب الضاله اللي كتدخل وكتاكل تما كاين، وكيتم ايضا التبول على المكان اللي كتذبح فيه ديك الذبيحه الموجهه للاستهلاك ديال المواطنين، ايضا غياب صنابير ديال الماء اللي مفروض فيها ان تكون تما كاين باش انهم الناس تغسل هذيك الذبيحه، ايضا ان هذاك المكان اللي تحول بين عشيه وضحاها الى مكان لقضاء ديال القاذورات ديال الانسان، ان تحول طواليطات تما كاين. هذه كلها جمله تلخص الوضع الكارثي اللي كتعيشوا هذه المساليخ بشكل عام. وما يجري على سبت سيس راه لا يختلف بشكل عن ما يجري عن بقيه الاسواق اللي كتواجد في اقليم ديال الجديده او الدوائر المحيطه باقليم الجديده، للتاكيد فقط على انه بالنسبه للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان لن تقف عند هذا الحد، بل انها سوف تتوجه الى كافه الاسواق الاسبوعيه ديال هذا الاقليم من اجل فضح هذه الكارثه البيئيه، واللي الهدف منها هو الدرجه الاولى هي صحه المواطن، لان قد تستهدف في جيبك ألف مره، قد تستهدف في كذا، ولكن ما لا يجب السكوت عليه حينما يتم الاستهداف، حينما يكون المستهدف بالدرجه الاولى هي صحه المواطن بشكل خاص. شكرا.